بسم الله الرحمن الرحيم. أستعرض معكم هذا المشروع وهو هاشتاج جي آي تيد، وأيضا هاشتاج تي بي تي درس. هنا تبحث عن هذا المشروع من خلال التويتر ومن خلال أيضا اليوتيوب. في هذا المشروع أستهدف 250 مشترك يتفاعل مع الإعداد للدوري أو دخول الدوري، دوري السباق، لكي يفوز بإحدى الجائزتين أو ثلاث جوائز، إما منحة دراسية في أمريكا أو منحة دراسية في مصر أو منحة دراسية للذهاب للمدينة المنورة للعمل في المدينة المنورة في السعودية. هنا أشرح الكي بي آيز للمشروع، وطبعا كي بي آيز هي المفاتيح التي خلال السنة، لأنه مدة محددين سنة، ففي 2023 فالكي بي آيز حددناها إنها توصلنا إلى 200,000 دولار، 200,000 دولار هذا الجول. إذا الكي بي آيز هي يعني أي مشروع اللي هي كي برودكتيف أو بيرفورمانس إنديكيتورز، سواء كان مصنع، سواء كان مشروع خدمات، سواء كان مشروع إنتاج، فيجب إنه كل مشروع يكون عنده كي بي آيز. فمشروعنا مستهدف في سبتمبر 15، يعني بعد سنة بالضبط، أن يكون في معانا مستخدمين في البرنامج نشيطين متسابقين في دوري رائد سباق اللي هو درس.
طبعا عندنا هنا في كل أسبوع في أحد يشترك يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد، يعني ياخد يوم في الأسبوع 4 ساعات لمدة كل ساعة يطلب الـ OTVC. طبعا ممكن يكون بدولار ب3 دولار، فعنده 20 ساعة، لو كان بدولار ب20 دولار. اللي هو وان تايم فيريفيكيشن كود عشان يدخل الساعة، وهو اللي يبين انه طلبه ولا ما طلب. يعني هو يحط مثلا 20 دولار او 60 دولار، يعني حسب ما يحدد له القيمة عشان يحضر 20 ساعة. يعني لو حضر 20 ساعة ب3 دولار الساعة، 12 ريال، يدخل التعليم كيف ينشئ مشروع وينشئ الكي بي ايز لمشروعه عشان يدخل الدوري والسباق، لانه بدونه ما يقدر يدخل. وحيدخل الدوري الا مع جوجل لامريكا، ولا مع شمس مصر للتدريب اللي هي شركة مكة سمارت للتدريب. جائزة شمس مصر انه يعطى الشخص عمل او فيزة عمل للتدريب والعمل، تدرج وظيفي سنة او 10 اشهر بأجر الساعة مثلا 10 دولار، يعني 200 دو، يعني ياخد لو اشتغل 8 ساعات. طبعا ممكن يكون يشتغل 4 ساعات، يعني سوى 200 ساعة، هياخد 1000 دولار، يدفع منها السكن ويبقى منه كاش في يده وكذا، وسكنه هيكون مدفوع وكذا، يعني ممكن يخصم 40%، يعني 4 دولار للسكن و6 دولار ياخدها كاش. فيعني يصير راتبه أو دخله السنوي 200 دولار، 200 ساعة في 10، ب2000 ساعة في 10، 20,000 دولار. حلو. نلاحظ هنا نفس المشروع في التي بي تي اللي هو درس، يعتبر فاز لأنه مع مكة سمارت بدأ المشروع. من بكرة الجمعة هيبدأ ال4 ساعات، يعني يبدأ من بكرة من الجمعة. طبعا الجميع يتابع في اليوتيوب وفي تحت هذه العناوين درس، وفي التويتر، يعني تكتب تلاقي جميع من الجمعة
جميع الساعات موجودة وكيف البداية ومن التحق. فحنبدأ بواحد مشروع، يعني شخص واحد التحق، يوزر واحد. نحن مستهدفين 250. طبعا هذه البداية early start. كل أسبوعين نأخذ تسجيل، يعني ثاني جمعة من شهر 9 ثم رابع جمعة التسجيل، وفي مجموعة يكون يوم الجمعة ومجموعة يكون يوم السبت ومجموعة يوم الأحد. طبعا الساعة هي $10، لما تكون تعطى لشخص $2 أو $3 أو يعني هنا في تخفيض $3 70%. فهذا الالتحاق في الفصل الأول، وكل فصل 5 أسابيع. يعني عندنا 5 أسابيع تتكرر 4 مرات، صارت 20 أسبوع، 8 مرات اللي هي تقريبا نصف الدورة أو نصف السنة. خمسة في 8 مرات، 8 فصول ب40 أسبوع، يعني سنة كاملة منحة دراسية. بس دراسية تدرج أو تدريب عملي للعمل. يعني أنا المنحة الدراسية لما تعطيها حتى جامعة، هم عفوا من انه يدفع الرسوم. مثلا جامعة في امريكا، اكاديمية جامعة، ما يدفع الرسوم، لكن ما يعطوه كاش، فيعطوه عمل في المكتبة مثلا ولا في الكافتيريا اللي بيذهبوا بمنحة دراسية لامريكا، يعمل في الكافتيريا. والمنحة الدراسية هذه موجودة لكثير ناس، طبعا هي للمتفوقين وكذا، اللي هم اجتازوا يعني أخذوا في الدوري هذا علامات عالية، متفوقين يعتبر رواد، رائد، باينير. فلو أحد أخذ منحة دراسية في جامعة مثلا في كلية طب ولا كذا، سواء في مصر سواء في السعودية، تدفع عنه الدراسة، يعني تكفل بتكاليف الدراسة. مثلا جاء هنا في جامعة 6 أكتوبر للطب $10,000 تدفع عنه، لكن ما نعطي له كاش ولا. فيعمل مثلا يعمل 100 ساعة في الشهر، والساعة $10 يخصم عليه $40 مقابل $4 قصدي، مقابل تأمين السكن والمواصلات و يعني يعمل ويدرس. أكتفي بهذا القدر، وأي شخص عنده أي سؤال عن الالتحاق يرسل رسالة صوتية على
الموقع أو على الواتساب اللي هو 031 أو 002031، يعني 1111453 5 3. شكرا.